بمجرد حصولك على شهادة LS للمتعلمين يمكن لأي شخص يحمل رخصة قيادة كاملة أن يعلمك القيادة. يمكن أن يكون هذا الشخص أحد أفراد العائلة أو صديق أو مدرب قيادة. لا يسمح للسائق الذي يحمل لوحة P أن يعلمك القيادة. يمكنك تعلم القيادة في سيارة أو دراجة بخارية أو دراجة نارية أو سيارة صغيرة قادرة على حمل ما يصل إلى 12 شخصاً بمن فيهم السائق. يجب أن تحمل رخصة القيادة للمتعلمين في جميع الأوقات أثناء القيادة، ويجب أن تظهر لوحات L بوضوح على مقدمة السيارة وخلفها. في حالة سحب مقطورة، يجب أيضاً عرض لوحة L على الجانب الخلفي للمقطورة.